انا ممكن اشرح ليه. خلال ساعات هتبدأ لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الاجتماع الصعب. هو فعلا اجتماع صعب في ظل الاحداث والظروف اللي بتشهدها المنطقة، الى جانب الضغط على العملة الصعبة الدولار وغير الدولار من العملات. ايه اللي هيتم في اجتماع البنك المركزي؟ هل هيكون القرار برفع الفايدة ولا تثبيت الفايدة؟ وشفنا في الايام اللي فاتت جدل كبير ما بين الخبراء وبنوك الاستثمار حوالين اسعار الفايدة خلال اجتماع البنك المركزي اليوم. احتمال كبير اجتماع البنك المركزي اليوم النتيجة بتاعته تتأخر شوية، لان الموضوع فعلا مش سهل، والاجتماع بتاع المرة دي يعني يعتبر من الاجتماعات فعلا يعني اللي تعتبر مهمة جدا، خاصة في ظل الأحداث اللي بنشهدها كلنا واللي بتشهدها منطقة الشرق الأوسط. مطبخ صناعة القرار على أشده، وعلى فكرة صناعة القرار ده بتتم في نفس اليوم. تعالوا معانا نشوف التوقعات وإيه اللي ممكن يحدث داخل اجتماع البنك المركزي النهاردة. أهلا بيكم بعد الفاصل. والنهاردة اليوم 2 نوفمبر هو اجتماع البنك المركزي المصري، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قبل الأخير. كده فاضل اجتماع واحد يا جماعة قبل نهاية العام للبنك المركزي المصري، وهو اجتماع يوم 22 ديسمبر. والاجتماع ده بتاع النهاردة بيجي في ضوء مجموعة من العوامل أو المؤثرات الداخلية والخارجية. أهم المؤثرات الخارجية هي الحرب أو العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وزي ما حضراتكم كلنا شايفين المأساة الحقيقية. وبنتمنى من جامعة الدول العربية وكل قيادات الدول العربية التدخل، إن هم ياخدوا موقف وموقف حاسم لوقف العدوان الإسرائيلي الصهيوني على قطاع غزة، واللي بقاله النهاردة قرابة ما يقرب من حوالي 25 يوم من يوم 7 أكتوبر اللي فات، والنهاردة 2 نوفمبر، يعني حوالي 25 يوم أو ما يزيد عن كده. عدوان يعني غاشم ولكل فعل رد فعل فعلا، بس مش للدرجة دي. هو ده مش رد فعل الضربة اللي وجهتها يعني حماس ليهم. ممكن فعلا رد على حاجة، بس يبقى يعني لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، ماشي، لكن بالطريقة دي يعني حرام حرام حرام. خصوصا اللي سمعناه ان العدو الصهيوني بيستخدم كمان حاجات وأسلحة مجرمة دوليا للرد على ضربة حماس له. نتمنى تدخل من جامعة الدول العربية زي ما قلنا، ومن الدول العربية عشان وقف العدوان الإسرائيلي الصهيوني على قطاع غزة. طبعا هم ممكن يعملوا حاجة، ممكن طبعا يعملوا كتير، مش حرب طبعا ولا حاجة، ممكن ياخدوا إجراءات وقطع علاقات اقتصادية وتهديد المصالح الأمريكية مثلا في المنطقة بقطع العلاقات معاهم ووقف تصدير البترول، طرد السفراء. كل دي عوامل من شأنها تسبب ضغط مش بس على إسرائيل، ولكن كمان مع اللي بيأيدوا إسرائيل زي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، لعنة الله عليهم جميعا. تعالوا نشوف النهاردة اجتماع البنك المركزي المصري ولجنة السياسة النقدية بتجتمع وبتنظر في مجموعة من التقارير الداخلية والخارجية. الأول، الخبراء خلال الفترة الماضية اختلفوا، لكن كان الترجيح لكفة تثبيت سعر الفايد هي الأقوى من رفع أسعار الفايد. عدد من بنوك الاستثمار قال إن هيتم تثبيت سعر الفايد، في حين إن عدد آخر قال لا، ده هيتم رفع سعر الفايدة. وكانت شركة HCL توقعت رفع أسعار الفايدة 1% وفي الاجتماع الثاني 2%، ولكن كلها توقعات وتحليلات، محدش يقدر يجزم باللي ممكن يحصل. البعض بيميل، او يعني البعض الكبير بيميل الى تثبيت سعر الفايدة، العدد الاكتر يعني والغالب بيميل لتثبيت سعر الفايدة، والبعض الاخر بيميل الى رفع اسعار الفايدة. يعني ايه بنوك الاستثمار؟ يعني شركات السمسرة او شركات الاوراق المالية او شركات حسابات الاستثمار،
بس السؤال هنا، هل القرار ده بيتم اتخاذه قبل الاجتماع؟ طبعا بالتأكيد لا، القرار ده في البنك المركزي يا جماعة ربما يكون القرار الوحيد اللي ما بيتمش اتخاذه إلا في الاجتماع، وبيعمل عملية تصويت لو في اختلاف في الآراء. يعني لو في اختلاف في الآراء وهم مجتمعين ما بين الرفع والتثبيت، بيعملوا اقتراع أو ياخدوا الأصوات وبياخدوا برأي الأغلبية. في مجموعة من العوامل الخارجية زي الحرب في غزة وتأثيرها موارد مصر الدولارية، خاصة مع تأثر قطاع السياحة ويليه قطاع الاستثمار وبعض القطاعات الأخرى، إلى جانب تأثر قطاع الكهرباء اللي بالتبعية بيأثر على أنشطة كتيرة جدا بعد توقف تصدير الغاز من إسرائيل لمصر. لكن في عوامل أخرى إيجابية على المسرح العالمي، وشفنا امبارح مجلس الاحتياط الفيدرالي ثبت أسعار الفايدة، ودي للمرة الثالثة يثبت فيها أسعار الفايدة، والفايدة بتتراوح ما بين 5.25 و5.5%. معنى إن هو يثبت أسعار الفايدة، معنى إنه يثبت أسعار الفايدة إن الأسعار الناشئة هتبدأ تشم نفسها. وفي بعض التحاليل الاقتصادية اللي ظهرت خاصة من QNB اللي بيتوقع إن البنك المركزي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي يبدأوا في سلسلة من تثبيت أسعار الفايدة خلال الفترة القادم لحين الوصول الى المستهدفات من معدلات التضخم واللي هي 2%. شفنا بالتبعية البنوك المركزية في دول الخليج ثبتت اسعار الفايدة، خاصة ان هي مرتبطة بالفايدة الامريكية. العوامل الداخلية هي توقع بارتفاع اسعار التضخم، معدلات التضخم خلال الفترة القادمة، وده اللي بيرجح ان البنك المركزي هيرفع اسعار الفايدة خاصة مع تحرك الدولار في السوق السوداء. وزي ما حضراتكم شفتوا معنا في فيديو بتاعنا الاخير ان الدولار وصل ل 45 جنيه وفي طريقه للطلوع والنزول. طبعا في كلام بيدور في السوق حوالين ان كده تم التحرير وتم استغلال الاوضاع الاقتصادية والاوضاع الحالية للتحرير، لكن قرار تخفيض قيمة الجنيه بيجي من البنك المركزي المصري ولسه السعر ثابت في البنك المركزي المصري. البعض بيقول ان البنك مش هيخفض قيمة الجنيه الا لما يكون معاه دولار يقدر يسند بيه قراره ده، يعني لازم يكون معايا القدرة على ضبط السوق ما يحصلش انفلات في السوق بعد عملية التخفيض، لان ممكن البنك المركزي يخفض قيمة العملة ويوصلها مثلا ل 45 جنيه هنلاقيه في السوق السوداء على طول وصل ل 50 جنيه وهكذا، يبقى في عملية ماراثون ما بين السوق السوداء والبنك المركزي المصري. فده من شأنه ان هو يأخر قرار تخفيض الجنيه شوية، او ممكن تحصل ظروف افضل من الظروف الحالية فما يتمش تخفيض قيمة الجنيه. لكن زي ما قلنا في الحلقة الماضية او الحلقات السابقة ان في عوامل ضغطة بشكل كبير على تخفيض قيمة الجنيه، خاصة ان صندوق النقد الدولي هيعمل المراجعة بتاعته في شهر ديسمبر القادم. في في احتمالات وفي تخمينات ان القرض اللي هو بتاع صندوق النقد هيوصل ل 5 مليار، وممكن ناس بتقول هيزيد عن كده، في ناس بتقول هيتجاوز ال10 مليار دولار. ده الى جانب المشاكل الاخرى اللي بتتعلق بنقص موارد مصر طبعا نتيجة للدولار، وطبعا ده نتيجة للدولار والواردات انخفضت وخاصة الواردات السلعية، وده ممكن يشكل ايضا مشكلة خلال الفترة المقبلة في رفع اسعار التضخم نتيجة لنقص المعروض في السوق، فبالتبعية الاسعار بترتفع. وده اللي بيرجح كفة ان البنك المركزي المصري يرفع اسعار الفايدة 1%. طبعا في تساؤلات كتيرة جت على القناة حريصين ان احنا نرد عليها، ولكن يعني في تساؤلات بتبقى محتاجة حلقة كاملة، ان شاء الله نعمل حلقة خاصة عن موضوع الاستثمار، او موضوع يعني ان في ناس كتيرة جدا بتبعت لي تقول احنا محتارين نعمل ايه، نستثمر في ايه، نخلي فلوسنا في ايه، ولا يعني نعمل ايه. ان شاء الله نعمل حلقة خاصة نقول بيها لحضراتكم يعني خبرتنا او ان احنا او اقتراحاتنا بالنسبة لموضوع الاستثمارات. ومش معنى كده ان احنا هنقول لكم تعملوا ايه، لكن برضه هنوضح قدام انكم الصوره ونساعدكم على اتخاذ القرار في موضوع تنوع استثماراتكم، او ان انتوا تعملوا يعني كده نحاول نساعدكم ونساعد نفسنا نساعد بعض كده في ان احنا نوصل لانسب قرار ناخده عشان ما ياثرش على مثلا مدخراتنا او حاجه زي كده. لازم القرار يبقى نابع من حضرتك، وان انت يعني ما تعلقش او الناس اللي هي بتكون مثلا لا قدر الله بتخسر مثلا بتعلق شماعة خسائرها على غيرها او كده. لا، لازم ان احنا ندرس الموضوع ونساعد بعضينا ونوصل ان شاء الله بقرار ان شاء الله يكون فيه ربح ما يكونش فيه خسارة لحد فينا ان شاء الله. طيب بعد اتخاذ القرار بتاع النهارده هل هيبقى فيه شهادات جديده؟ ده بيتوقف على قرار البنك المركزي المصري اذا تم رفع اسعار الفايده مثلا 1%،
اعتقد ممكن البنوك ممكن تحرك الشهادات مثلا 1% او تخليها زي ما هي، وده اللي حصل لما البنك المركزي المصري رفع خلال الفترة الماضية، وممكن برضو نشوف شهادة اعلى من الشهادة الحالية. كل ده بيبقى وفقا للظروف، والظروف حاليا ضغطة، وهنشوف الفترة القادمة ايه اللي هيحصل. في النهاية يا جماعة، في اجتماع صعب خلال الساعات القادمة للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، الآراء اختلفت حوالين رفع أسعار الفايدة وتثبيت أسعار الفايدة، والكفة اللي بتميل أكتر زي ما قلنا ناحية تثبيت أسعار الفايدة، خاصة مع قيام البنك المركزي الأمريكي بتثبيت أسعار الفايدة وتلاهو دول الخليج، فده بيزيد من احتمال إن البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفايدة، ولكن أيضا في احتمالية برضو إن البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفايدة نتيجة للعدوان الصهيوني على غزة وتأثير دوت وتبعاته على الاقتصاد المصري وعلى معدلات التضخم خلال الفترة القادمة، خاصة ان في نقص في العملة الصعبة الى جانب التحرك اللي حصل في الدولار خلال الفترة الماضية، مما يعني انه ممكن يحدث تضخم خلال الفترات القادمة، وبالتالي بيخلي البنك المركزي يرفع اسعار الفايدة. بنعتذر عن الاطالة في نهاية الفيديو يا جماعة، وبنشكركم كتير على المتابعة، وان شاء الله متابعين معاكم النهاردة برضو عشان نشوف الاجتماع بتاع البنك المركزي ما سيسفر عنه، وهنقدم لكم فيديو ان شاء الله بعد الاجتماع نقول لكم ايه اللي تم وايه اللي هيتم الفترة القادمة. اللي لسه ما شاركش في القناة ينورنا ويشرفنا ويدعمنا ويشارك في قناتنا، دعمونا باللايك والشير، لايك كتير وشير بيخلي الفيديو بيطفو في محركات البحث، وبتاخد ثواب عليه بضغطة لايك او شير عشان بتساعد غيرك يحصل على الفيديو بسهولة. ما تنسوش تضغطوا زر الجرس اول اختيار اول او الكل عشان اصل كل جديد. بنفكركم ان احنا في الغالب او يعني العادي بتاعنا ان شاء الله فيديوهين في اليوم الساعه 2 والساعه 6، لو في حاجه استثنائيه زي النهارده كده ممكن يبقى فيه 3 فيديوهات او 4 فيديوهات، علشان الاحداث اللي حضراتكم عارفينها واجتماع البنك المركزي واسعار الفايده والظروف اللي احنا يعني معايشينها. اسف مره اخرى على الاطاله، كان معكم سيد شاكر من قناه شرح لي، اشوفكم على خير.